أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن مفهوم إدارة المشاريع والمرافق الصحية يختلف عما كان مخطط له في السابق، وأصبح اليوم علم قائم بحد ذاته وتخصص يدرس لتطوير المنشآت الحكومية بأحدث النظم المستحدثة. نعم، جاء ذلك في تصريح له على هامش افتتاحه لمؤتمر إدارة المرافق والمنشآت الحكومية والذي تنظمه جمعية المهندسين الكويتية، ويعد فرصة لتبادل الآراء والخبرات لتقييم الموضوعية الحالي وإيجاد الحلول الناجحة للوصول إلى مؤشرات تنافسية في تطوير إدارة المنشآت الحكومية. فتح المجال أمام الأطباء في دراسة تخصص إدارة المستشفيات والمرافق الحكومية خطوة أنجزتها وزارة الصحة في وقت تشهد فيه البلاد نهضة في مشاريعها الإنشائية الصحية. من أحد الأمور اللي قمنا فيها هو يعني فتح المجال للأطباء في تخصص الإدارات المستشفيات والمرافق الحكومية، لأن هذا فن وعلم لا يعلم فقط من وجود الشخص في وعمله في مستشفى. وطبعا أيضا احنا عندنا خطط جديدة بإدارة مستشفى الجهراء وأيضا إدارة مستشفى جابر الأحمد. تعزيز دور القطاع الخاص لإدارة المرافق الحكومية ضمن عقود الصيانة يعد مطلبا أساسي للشراكة التنموية. طبعا احنا كمؤسسة المعونة الحكومية بالفعل قمنا بدمج كافة عقود الصيانة تحت مظلة واحدة وتحت شركة واحدة، إلا أن من تقدم من خلال لجنة المناقصات المركزية بمناقصة علنية هي شركة واحدة فقط، وهذا يعكس يعني عدم نضوج القطاع الخاص في مسألة إدارة المرافق، فنحن نحبذ المنافسة. إدارة المرافق والمنشآت الحكومية توفر على الدولة 20% من التكاليف الحالية إذا تم تطبيقها وفق المعايير بإدارة وصيانة وتخطيط ذكي متكامل. ما يقارب 1000 منشأة موجودة في الدولة، الـ1000 منشأة هذه تدار بطريقة تقليدية، ما نتكلم عنه إدارة ذكية لهذه المرافق من صيانة ومن أعمال إدارية ومن كذلك كل الأعمال المتعلقة في هذا المرفق. إحنا ندير منشآت مثل مواقف السيارات، عندنا سكن العزاب، ندير أيضا أماكن تاريخية مثل ساحة الصفات. إحنا الآن يعني بصدد أن ندخل في هذا العالم بحيث أن المواطن يدخل مرافق الدولة والمرافق الحكومية بأسهل الطرق. تطوير إدارة المرافق والمنشآت الحكومية لها مردود إيجابي أيضا على ترتيب دولة الكويت التنافسية ضمن المؤشرات العالمية التنافسية بركائزها 12. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.